ما يقرب من 7000 عائلة نازحة ما تزال ملفاتها مفتوحة لدى دائرة الهجرة في ديالى. 8 سنوات مرت على استعادة المدن من تنظيم داعش، إلا أن هذه العائلات تسكن الخيام والهياكل والبيوت المؤجرة خارج ديارها. ليبقى بذلك ملف النازحين في ديالى مفتوحا رغم إعلان إغلاقه. بالنسبة لأعداد العوائل المتبقية المسجلة لدائرة هجرة ديالى كعوائل نازحة لم تغلق ملفاتها إلى الآن ما يقارب 7000 عائلة. أغلب العوائل لم تسجل عودتها بسبب قلة المنح المالية، قلة التخصيصات المالية للمنح، لأنه خلال الفترة الماضية 15 وجبة شملت 5024 عائلة بالمنحة فقط. الأمن والعوز كلمة سر في عرقلة عودة النازحين، فالمنازل ما زالت محروقة ومهدمة ويد التعويض لم تمتد لإعانتهم لغاية الآن، ما يدفع أغلب نازحي ديالى للاستقرار خارج مناطقهم رغم الفقر الذي يعصف بهم. وبيوت مهدمة وبيوت محروقة، وهذه تريد دعم حتى لتأهيلها حتى ينعاد إلى بيته. إذا هو إمكانية ما عنده والبيت ماله محروق، من يجيب ما متمكن أن يعيد عماره. الفقر والحرمان دفع المنظمات الإنسانية لتوفير بعض المتطلبات الضرورية المعدومة، فعدم توفيرها فاقم معاناة النازحين لا سيما في ظل أزمة ارتفاع الأسعار. فما تكفي لشريحة كبيرة خصوصا بالفترة الأخيرة النازحين كثروا حسب الأوضاع اللي يمر بها البلد، فلذلك نحتاج إلى دعم حكومي ودعم منظمات دولية حتى نقدر نقضي على يعني هواية حالات سلبية ظهرت نتيجة العوز والفقر. ولوجود أزمة مالية في العراق وخلافات عشائرية يبقى هذا الملف مفتوحا بانتظار تدخل حكومي حقيقي يسهم بعودة العائلات. خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، قصة تهجير ونزوح مستمرة في ديالى على مرأى ومسمع دولة عاجزة، فالمناشدات بإعادتهم مستمرة ولكن لا حياة لمن تنادي. من محافظة ديالى عمر العبيدي، قناة الفلوجة.